تبي تسبحين اليوم؟ لا لا، البنت خيالة بالفطرة. لا خيالة خيالة والله. أشوف شو؟ لا أنت بتطلعين بسرعة؟ وخر عند الله يعطيك رفصة وديك البيت. عاد واضح أخلاق زفت. تعال حبيبي. هذا بنت؟ لا ولد. حتى شوف. آه صح، حط لك اكسسوارات. ها كيف الأمور طيبة رفا؟ الأمور طيبة 100%؟ والله لو فك الحبل ما راح تصير 100%. لا لا لا، البنت خيالة، البنت خيالة. لا لا لا، عطينا وجه. طيب عطينا وجه اهو. خيالة بنت خيالة. يا عبية حلمي من انتي؟ انا اللي بي. لا 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 ما ايش فيك خيالة؟ تقولي بتخيال. بسم الله. لا ما يروح ما يروح. بيفك عليك بتهربين. من انت يا غلامه؟ لا لا، ايش في؟ اخوك ما بستي زي كذا. الله لا ينفك. بياكل قول بياكل. الله. نعم 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 نعم، اكل وما تحرك. اكو والله ما تحرك، اندام مكاني ما شفتون جو قاعد. يا حبايبي شكرا لكل شخص اشترى من الكود حقي في شيء ان، صراحه ما قصرتوا، وان شاء الله ان الكود عجبكم، وان شاء الله ان الخصم عجبكم، وانا معكم بعد اشتريت مع الكود، والحين بعد بخبكم اغراض. نذكركم ان شاء الله في عروض شيء ان رمضانيه الجديده، والاشياء الحلوه اللي قاعدين ينزلونها فتره بعد فتره. هذا الرابط وهذا الكود حقي، وانبسطوا واستانسوا وما عليكم. اي شيء تبون رمضان، اي شيء يخص رمضان، مع هذا المنشن حقهم تقدرون تكلمونهم، وهذا الكود حقي تقدرون تطلبون منه. الله الله الله، اموت على الاناقه انا، اموت على الكشخ انا. يا وي يا وي يا وي يا وي، يا سلام. يلا طن 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 طن. لا والله، مستمعينا الكرام متابعينا الحلوين على قناه اف ام هواها، مساء خليجي معاكم نيف، يقول لكم اخباركم علوكم، وش صار وش ما صار معاكم. طبعا حاليا اخواني قلت اني بتغدى، احتاج اتغدى، احتاج اتغدى، بجلس مع نفسي شوي صراحه، ابغى اتنفس خلاص، ابي اكسجين. الحين الشباب نروح نتغدى، بعدها بنتقضى غراض ان شاء الله حق العلا، ملابس كذا حركات بركات، راح اضبطكم باشياء حلوه، راح تشوفون تصوير خرافي جدا، راح تشوفون اشياء تعجبكم، وراح من تصويري راح اخليكم كذا تتحمسون ودكم كذا انكم تروحون العلا وتشوفونها وتزورونها باذن الله، وهذا هدفي من كل سفره سافره. السلام عليكم، بلعب معاكم لعبة عيال، بخليك تحمد ربك انك عايش الحين. كذا مقطع تحفيز قبل ابدا اليوم. نبلش نبلش. طيب لو جيتك وقلت لك يلا هذه شنطة فيها 10 مليون ريال تاخذها، ايش بتسوي؟ بتقول جيبوا ابواب، يمكن تشيل يدي مع الشنطة، تمام؟ 10 مليون ريال بس بشرط. قلت بعطيك ال 10 مليون بس بشرط. بتقول لي وش الشرط؟ بقول لك ما تعيش لا بكرة ولا بعده. ايش بتقول؟ شفت؟ شفت كيف؟ حسستك ان الحياة يعني يومك بكرة يساوي اكثر من 10 مليون، شفت؟ تبون 10 مليون عادي ما تعيشوا خلاص؟ تبون الفلوس؟ ما تبي؟ اوكي خلاص ما في فايدة فيكم. انا عارف من وراء الشاشة والله العظيم تبون عادي ما يفارق، ما تبي ابي الفلوس، تبي الفلوس ما ابغى اعيش، انا عارف والله. تبغى صورة ها؟ بصورة يا ابوي فيديو ذا. انا شباب جاي اشتري ملابس، واحد من الشباب وصاني اشتري ملابس من هنا،
تمام، فانا راح اتقضى عشان العلا تعرفوا الواحد لازم يكون كشخة ومكشخ كذا خلاص هلا قلا. الله لا انا راح اشككم ستايلات. شوف يا ربي يا البلوفر، خلنا نشوف كم سعر. دقيقة كم؟ 200 ما عندي مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، يستر يا ربي. شباب الحقوني، انا طحت على تيشيرت حطي معك كرت زواج اشوفه. ما شاء الله تبارك، لا من الحين غالي واضح. خلنا نشوف كم سعره. وين يقول لكم سعره؟ ما بين 39 ريال ل 1500. انت كم تبي تدفع وقل لنا. شباب نصيحة شباب نصيحة، لا عاد تاخذون ذوق واحد غني في الملابس، هذا مكان حق ناس فوق مرة. واو يا جتنا صدمة من الأسعار، كل ما أمسك تيشيرت أستانس. بس تبون الصدق، دائما ملابس الأغنياء من حلو والله، صراحة والله جد في أشياء، يعني تيشيرت لونه أسود كذا سادة قيمته 1500 خير إن شاء الله، ولا بلوفر سعره 3500 ريال، والله لو إنه يدفيني سنتين قدام، والله لو انا اشتري بلوفر 3500 ريال عساني يا رب اني ما افسخه مني كل يوم البسه ان شاء الله. لو تقولوا لي اعتقه حلبته هلكته والله لا البس يوميا ليل نهار. بدون وداع طبعا، بدون وداع، بالتالي الجماهير الملكيه تردد كل لماذا اخترتني. حبيبي كم قلت لي سعره؟ هذا 1470 في الديسكاونت. خصم العميل؟ ما في. موظف؟ ولا شيء. خصم الناس المساكين؟ والله حلو يا عيال، انا حبيت عشان نخلى اللي هنا تبون الصدق. اوريكم انا عندي ذوق جديد امس نزل. تسمح لي اخذ لفه بس برد؟ ابد خضره. الحمامات قريب؟ اكياسي؟ لا باخذ اكياسي معي. بس والله اليوم كشخة. نورتني والله. نورك يا قلبي، بس كشخة من فوق لتحت. انا اليوم اخذت شوبينج، لازم اوريك بوب ولافت. لا فضحنا قلنا. طيب خصم ما في 99%؟ ما في ترى، بجيب جدتي. لا الا الجدة. جدتي ترى ما عندها. بلاش.